لا اهلاوي 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 اهلاوي. طيب المستشار مطارد منصور النهارده تحيي حبسه وشهر لسابه الكابتن محمود الخطيب بعد محكمه النقض ما اكدت الحكم ده، وهو دلوقتي ترحل على الحبس. ايه رايك في القرار ده؟ اظن دي حاجه كان المفروض تحصل من زمان، يعني دايما بنسمع عنه بيقول يقول كلام كتير يعني. بصراحه هو يستحقها، وبعدين بصراحه خرب النادي يعني في موضوع الفرقه وكده، هو خرب فرقه الكوره بتاعت نادي الزمالك، حتى لعيبه الباسكت مش بياخدوا مستحقاتهم في الفرقه. لا انا شايف ان هو يستحق الصراحه، هو برده عمال يشتم كذا حد من بدري، فلا انا مؤيد للفكره وفرحان. انا مع القرار ده جدا قلبا وقالبا الصراحه يعني، وبتطاول وبيتكلم في كلام يعني المجتمع المصري احنا مش متعودين ان حد يتكلم في الاعلام او بيتكلم مثلا في كده ويشتم ناس يعني. رموز من حسابها كويس يعني الكابتن محمود الخطيب، يعني هو الحكم الحكم بتاع النهارده دوت كان بخصوص ان هو سب وكسر كابتن محمود الخطيب وبيشتم رموز سياسيه ورموز رياضيه كبيره جدا في البلد. فلا انا مع القرار ده جدا، ومع ان المحكمه تحكم على ضد اي حد مثلا بيتطاول على الرموز دي. شايف ان القرار اتاخر ولا هو العدل كده؟ هو العدل كده، المحكمه كده، هنعمل يعني ما حدش طبعا بيدخل في السلطه القضائيه في مصر، فده قرار جه في وقته يعني. طيب لو انت من رئيس المحكمه كنت اديته الشهر ولا زودت؟ لا مش عارف بصراحة، على حسب برضو القاضي هو ودنيره، فاهمني؟ كتير والله يقعد حب اكتر يعني نرتاح يعني شهر شهرين اللي يزود برضو عادي. طيب كتير من جماهير الزملكاوية زعلان على حبسه ده، انا شايف ان في كتير من جماهير الزملكاوية فرحانين اصلا، المفروض ان هم يفرحوا، المفروض ان هم فرحانين اصلا. في كذا حد كان في كذا حد صاحبي زملكاوي هم اصلا عايزين يمشي من بدري يعني. لا انا حتى جماهير الزملكاوية ممكن يكونوا فرحانين كمان، يتفلوا والله او يروح معاها يعني. أنا بيدعموا واحد مثلا، قال لي أدب واحد كده، لا يبقى هم مكانهم معايا، مكانهم مش وسطينا يعني، مكانهم في السجن معايا. هو الصح يعني، أنا برضو لو حد أهلاوي غلط الغلطة دي مش هقف معاه، هم برضو المفروض زملكاوي غلط الغلطة دي ما يقفوش معايا.